بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم عن الألكينات، هي أيضا مركبات هيدروكربونية غير مشبعة، لكنها تحتوي رابطة ثلاثية بين ذرتي كربون متجاورتين في المركب. فهل يختلف عدد ذرات الهيدروجين فيها عن نظيراتها في الألكينات؟ الجواب نعم. كيف نسمي هذه المركبات؟ لنتعرف ذلك، أدرس المركبين الآتيين ثم أجب على الأسئلة التالية. لو نلاحظ، المركب الأول هو مركب الإيثين. مركب الإيثين، الإيثين يتكون من كربونتين وأربع هيدروجينات، وبين الكربونتين رابطة ثنائية. أما المركب الثاني فهو الإيثاين. الإيثاين مكون من كربونتين، نفس الشيء لكن يختلف في عدد الهيدروجينات. عندنا في المركب الأول أربع هيدروجينات، في المركب الثاني هيدروجين اثنين من الهيدروجين. شو السبب؟ السبب هو وجود رابطة ثلاثية. الرابطة الثلاثية هاي خلت يقل عدد الهيدروجين. ليش؟ لأنه كل كربونة أهم شيء يكون حواليها 8 إلكترونات. 8 إلكترونات، الكربون الأولى لو نعد إلكتروناتها 1 2 3 4 5 6 7 8، خلص اكتفت، مش بحاجة إلى هيدروجين. الكربون الثاني 1 2 3 4 5 6 7 8، كمان اكتفت، ليست بحاجة إلى هيدروجين. طيب ما عدد الإلكترونات المحيطة بكل ذرة كربون في كل منهما؟ بنلاحظ إنه هاي حواليها 8 والأخرى حواليها 8. عندنا الكربونة الثانية حواليها 8 إلكترونات، وهي الكربونة حواليها 8 إلكترونات. ما عدد ذرات الهيدروجين في كل من المركبين واحد واثنين؟ في المركب واحد عنا 4 ذرات هيدروجين، أما في المركب اثنين فعنا 2 ذرات من الهيدروجين. ما عدد الروابط التي تكونها ذرة الكربون في كل من المركبين؟ في المركب الأول كونت لنا رابطتين غير مشبعات. أما في المركب الثاني فكونت عنا 3 روابط. 3 روابط. لابد أنك توصلت من خلال إجابتك للأسئلة السابقة أن كلا المركبين واحد واثنين من المركبات الهيدروكربونية غير المشبعة، حيث تكون الرابطة بين ذرتي الكربون في المركب الأول رابطة ثنائية، في حين تكون بين ذرتي الكربون في المركب الثاني رابطة ثلاثية. كما توصلت إلى أن عدد ذرات الهيدروجين في المركب 2 أقل من عددها في المركب 1، وبالتالي فإن المركب 2 هو من المركبات الهيدروكربونية غير المشبعة، ويطلق على هذا النوع من المركبات اسم الألكينات، تدعى الألكينات. تسمية الألكينات كيف نسميها؟ يشتق اسم الألكين من اسم الألكان المناظر له، وذلك باستعمال المقطع آين في اسم الألكين المناظر بدل من المقطع آن في الألكان. إذن في الألكان استخدمنا المقطع آن، أما في الألكين استخدمنا مقطع لومد آين. يمثل جدول 6-4 أسماء الألكانات الثمانية الأولى وبعض الألكينات المناظرة لها. خلينا نشوف الآن، هنا الجدول هذا يمثل عدد الكربونات في المركبات، يعني هذا في كربونة واحدة، كربونتين، 3 4 5 6 7 8. إذا الألكان الذي يحتوي على كربونة واحدة يسمى ميثان. طب هل يقابله نظير من الألكين؟ طبعا لا. ليش؟ لأن الميثان يحتوي على كربونة واحدة. حتى تتكون عندنا رابطة ثلاثية يجب أن يكون على الأقل عندنا كربونتين. إذا أقل شيء حتى يتكون عنا ألكين يجب أن يكون يحتوي المركب على أقل شيء كربونتين. إيثان عنا هو الألكان، الألكين منه يدعى إيثين. بروبان نظيره بروباين. بيوتان نظيره بيوتين. بنتان نظيره بنتين. هكسان نظيره هكسين. هبتان هبتين. أوكتان أوكتين. الصيغة الجزيئية للألكان C2H2 C3H4 C4H6. طيب خلينا نشوف ليه، كيف، على أي أساس عمل الصيغة الجزيئية بهذا الشكل. لو نلاحظ إنه عندنا C2H2، عندنا الصيغة اللي نكتب فيها المركبات اللي هي CnH2n. لو نطلع
السي عندي تنتين، إذا الان عندي فعل حالي اثنين والاتش تنتين، إذا شو صار عندنا للتو ان؟ انشال منها اثنين، إذا ناقص اثنين. يعني لما تقول ان عندي اثنين بتكون عندنا هان اثنين ضرب اثنين ناقص اثنين، يعني اثنين ضرب اثنين أربعة، ناقص اثنين إذا اثنين. إذا الكربون تنتين، السي تو والاتش في هاي الحالة عندنا سي تو اتش تو. نيجي للمركب الثاني اللي هو إيثان، اللي هو بروبان أو بروباين، بروباين سي ثري اتش فور حسب الصيغة سي ان اتش تو ان ماينس تو. الان في هاي الحالة ثلاثة، اثنين ضرب ثلاثة ناقص اثنين، عنا اثنين ضرب ثلاثة ستة ناقص اثنين عنا اربعة، اذا السي ثلاثة والاتش اربعة. ملاحظين؟ طب نيجي مثال اخر، بنتايل. بنتايل هي سي 5. طب انا بدي اعرف شو صيغتها، انا ما عنديش غير عدد ذرات الكربون، خلينا نشوف سي ان اتش 2 ان ناقص 2، مكان الان راح احط 5، اذا هنا 2 ضرب 5 ناقص 2، 2 ضرب 5 عندي 10 ناقص 2 8، اذا 8 وهنا 5، اذا السي 5 والاتش ايش 8. اذا صيغه المركب اللي اسمه بن تاين لي سي 5 اتش 8. طيب بحكينا اكمل فراغات في الجدول بكتابه اسماء الكائنات وصيغه الجزيئيه، هاي هي كملناها على نفس الطريقه، راح نكملها. اقترح صيغه عامه تربط بين عدد ذرات الكربون والهيدروجين في هذه المركبات، حكينا سي ان اتش 2 ان ناقص 2. اكتب صيغة الجزيئية للألكين الذي يحتوي على 9 ذرات كربون، كيف راح نكتبها؟ زي ما حكينا السي 9، الاتش اللي هي سي ان حكينا اتش 2 ان ناقص 2، سي 9 الاتش اللي هي 2 ضرب 9 ناقص 2، 2 ضرب 9 18 ناقص 2 16، إذن الـ H 16 والـ C 9، إذن C9H16، C9H16.